يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الحلف بغير الله منقسما إلى قسمين أصغر وأكبر، وفي أصله أنه للتعظيم في كليهما؟ أي نعم، إذا كان يعتقد في المحلوف ما يعتقده في الله من التعظيم فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يعتقد في المحلوف به مجرد يعني تكريم المحلوف به لا تعظيمه مثل ما يعظم الله أو جرى على العادة عند الناس فهذا شرك أصغر. نعم.